عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير البنات، إن شاء الله تكونوا ملاح، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، تكونوا فرحانين وتكونوا متفائلين إن شاء الله ربي يهز علينا هاد الوباء. اليوم راح ندير معاكم وصفة تعطرطة باردة ولا جاتو بارد بالليمون، منعشة البنات وسهلة بزاف. تسجوها في 3 سوايع وانتوما تقدروا تستهلكوها، يعني ما فيهاش اشكاليه خلاص وما فيهاش مقادير يعني صعيبه. لهاد الطرطه نحتاجو 200 غرام تاع البتي بيغ تاع بسكوي الزبده، وتقدروا تعوضوها باي بسكوي. البنات اللي هنا دو بريفيرونس تحطوه في الروبو ميكسر ولا، وتزيدي معاه 80 غرام تاع زبده دايبه وتميكسي كل شيء بعدها. انا درتها في الليل مع الحسو هذيك، خفت يعودوا ينوضوا لي بناتي، دونك درتها في الساك تاع بلاستيك غذائي وكسرتها ولا رحيتها هكاك برك بالقنوط بالمدلك هذا حتى ولات لي قولي بودره. منتي كنت تقدري ديريها غير في الاشوار وزيدي عليها حطي الكاطو هكا بعدا حب، وحطي معاه هذيك 80 غرام تاع الزبده وريحي كل شيء بعداه، تجيك خير وخير. المهم انا خدمت روحي شويه ودرتها بالقناط. ما ننساش نرحب بالبنات مشتركات جدد، يعني اللي عطاوني شويه من وقتهم واللي داروا فيا ثقه. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله اللي مازالوا ما لفحوش يلفحوا بالقناه ويفعلوا الجرس. وما تنساوش البنات لي لايك لي لايك، راني ندخل للفيديو نلقى لي لايك ما كانش خلاص، انا يعني هذا نقول باقي لا ما عجبتهمش. استنى نشوف التعليقات، بالك خلاو لي تعليقات، حتى التعليقات خليو لي ولا غير نفرح كي نلقى تعليق هكا سلبي ولا ايجابي، يعني ما يهمنيش، المهم انكم تفاعلتوا مع الفيديو. ويسير يهمني كي يكون ايجابي التعليق، مي فوالا نقبلهم في زوج، الايجابي والسلبي، كيما نقبلوا الحاجه المليحه الايجابيه نقبلوا ثاني السلبي. لهنا نرجع لكم الوصفه، راني حطيت 80 غرام تاع الزبده مذوبه وخلطي حتى تدخلي فيها هذيك الزبده بكل في البسكوي بكل. كون درتها في الروبو كون هذا كل ما زعما ما يكونش دقيقه وانتي درتيها. البنات ما تنساوش ثاني تبارطاجيو الفيديو مع حباباتكم هكا باش نكبروا القناه. صراحه مازلت ما درتش فيسبوك لهاد القناه، ان شاء الله يقدرني ربي، حتى ما مانيش فيسبوك انايا يا ودوما ما نعرف نشوف انا كيف ندير. لهنا جبت مول البنات، المول كنت تلقاو مول كثر على هذا ديروه باش ما تجيكمش لاكوش تاع الكريمه بزاف كبيره. انا الكبير فسد لي دونك درت المتوسط، عندي 3 مول كبير متوسط وصغير. لهنا درت المتوسط، ها هي البنات اتكاو عليها بكاشي كاع تاع كاس مليح برك باش تلطو مليح هذيك لاكوش تاع الكاطو، وحطوه ديريكتومون في الثلاجه. البنات شكون يديها تكلو بالجافيل كيما يديا، راني نشوف فيهم هنا بانوا لي مهريين خلاص. رانا مرضنا في هاد لا بيريود تاع الوباء. لهنا للثلاجه البنات رجعت لكم الوصفه. هزي الطاوة حطي فيها إطرة تاع حليب، وحطي فيها 5 مغارف تاع السكر، وترجع ليك هذيك الحلوة مي 5 مغارف تجي قد قد. حطيت برش تاع قشور تاع ليمونة وبروشة مبشورة عفوا، وحطيت 5 مغارف تاع سكر عادي 5 مغارف كبار، وحطيهم يسخنو دوم بشوية هذاك السكر حركي شوية، حطي ديريكتومون على النار تسخن. هاد الوقت هزي هادوك الزوج بيضات اللي عندك، زوج عظمات هادوك البيضات، حطيهم في بول ولا في حاجه تقدري تحركي فيها. زوج بيضات زيدي عليهم رشه تاع ملح وكيس تاع فانيليا سكر فانيليا، حركي. فوالا
لهنا زيدي 5 مغارف تاع إنشاء، اللي هي كسمها يا ربي، راح تروح نشاء دراوي، نشاء تاع البشنا كما نقولوا، كاين كلمة تاع نحن القسنطينية ما يفهموهمش بكل. المهم قلت لكم 5 مغارف كبار تاع نشاء درا تاع المايزينا. البنات عندي وصفات مصورة، الوقت برك غلبني يعني باش ندير المونتاج. سنوا مني بزاف وصفات ان شاء الله على قدرني ربي في هذا رمضان. وعلى البنات لهنا خلطت مليح باش تدوبي امور شويه نشا في البيض، وبعد تهزي هذاك الحليب المسخن والسكر وتحطيه بالشويه على مراحل على هذاك البيض والنشا باش البيض ما يطيبناش والنشا هذاك ما يكركبش. انتي حطيه بشويه فوالا وحطي. قلتلكم هذه المرة الأولى اللي حطيت، زيدي حطي مرة ثانية كي تشوفي روحك ذوبتي هذاك النشا مليح، واللي رجعيه في هذيك الطاوة في هذيك الكاسرول ورديها النار وحركي مليح. دوك انا نهزو نفرغو في الكاسرول ونردو على النار، والنار تكون ناقصة البنات. فوالا ردي ديريكتومون في هذيك الكاسرول وعلى النار مباشرة. ما تحبسيش من التحرك باسكو النشا ليه يلصق وليه ليه يتقال، تلقاها ليه هاد الكريمة تقالت لك ولات خاطرة. لهنا البنات عندي 80، تشوفوا في الكاس هذا راهو 80 مليلتر تاع الليمون، اللي هما ابوبخي 2 حبات متوسطين تاع ليمون عصرتهم. راح نحطوه ورا ما طيب الكريمة، نزيدو نضيفو لها هداك 2 حبات تاع عصير تاع 2 حبات ليمون. ان شاء الله البنات نكون نعرف نشرح برك يعني، ونعرف نوصل لكم المعلومة. فوالا اللي هنا قلت لكم على نار دليلة. فوالا هاكو تشوفوا فيها بدا يعقد هذاك الخليط. ها هو لهنا ضفت له كيما قلت لكم 2 حبات عصير تاع 2 حبات ليمون وخلطي. لانني نحي في كلش باش تقدروا تشوفوا مليح. وجبت هذيك لاكوش طبقه تاع البسكوي من الفريجيدير وحطيت عليها مباشره هذيك الكريمه اللي درت. ها هي، وها هي البنات بعد ما خليتها ليله كامله. انا خليتها ليله كامله باسكو درتها في الليل، انتي تقدري تخليها 3 سوايع في الثلاجه. شوفوا البنات كيما قلت لكم ديروا مول قلع المول اللي درتو هنايا باش تجيكم لكم شويه ناقصه تاع الكريم. ها هي البنات طبقه صغيره تاع البسكوي وطبقه اخرى ليمون، قطعت عليها دي ترونش تاع الليمون، ودوك نقطع لكم تشوفوها من الداخل كيفاش جات البنات. نسيت ما قلت لكمش في الوصفه هذه تقدروا تعوضوا المايزينا بالبودر تاع لا كريم باتيسيير اللي هي كريمه الكاسترد، سينو ديري نشا عادي يجيك نورمال، يجيك نفس بريسك نفس الكم. قطعيها وما تخافيش وشي قصي مليح هذاك الكاع تاع البسكوي، الكاع تاع الكاطو اللي هو البسكوي، وقطعيه عادي.
عادي هاي تزيين البنات يرجع ليكم. انا هكا برك درت تزيين خفيف ظريف، بعدها ترجع ليكم نتوما. معنا تهزيها سهلة ما تعذبك شو، ما تخافيش منها. شوفوا البنات كيفاش تجي، تبقى تاع البيسكوي ولا كريم من فوق. ها هي دوك نقطع لكم قدامكم تشوفوها من الداخل. لا انا زربت الطقس، انا نموت على القاص، على الليمون يعني لي طاغ تاعو كله، ولا الوصفة تاعو نحبهم. شوفوا البنات ها هي دينت هذا نص ليمونة، ودوك نقطع لكم تشوفوا. فوالا هاي هاي البنات، ان شاء الله راح نزيد نشارك معكم بزاف وصفات من هذه الوصفات. ان شاء الله يا ربي باك يقدرني مع المونتاج. هاي البنات الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تخليوا لي تعليقات وتبارطاجيو هذه الوصفة مع احبائكم مع عائلتكم، وان شاء الله نزيد نلقاكم اوفياء في الفيديو القادم ان شاء الله. وانا نبقى لي غير نقولكم مع السلامة البنات في الفيديو القادم. سلام.